أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم سادت أجواء باردة في عموم المناطق وهطلت زخات من الأمطار بسبب تأثر المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء غائمة جزئية مع فرصة ضعيفة لهطول بعض زخات الأمطار الخفيفة، حيث يبتعد هذا المنخفض الجوي وتبتعد تأثيراته عن المملكة. 5 درجات مئوية فقط متوقعة، الملموسة درجتين، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء مستقرة لكن باردة، 13-5 في إربد، عجلون 12-4، جرش 14-6، والمفرق 14-5 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى الزرقاء 14-7، البلقاء 12-5، نفس الحرارة في العاصمة عمان، مأدبة 13-5، والبحر الميت 21-14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 14-5، الطفيلة 12-5، الشبك 8-2، معان 14-5، والعقبة 23-14 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق أتربة مثارة 17-8، الصفا وأيضا أتربة مثارة 16-7، ورويشد 17-6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.